تجربة بودكاست حكي ثاني كان لها إضافة كلش حلوة علي، لأنه كانت هي أول مرة أنا أجرب بها موضوع البودكاست، واللي من بعد ما انطلق بودكاست حكي ثاني شفنا ثقافة البودكاست بالعراق انطلقت بشكل رهيب. يعني أكو ناس بلشوا بشكل فردي يشتغلوها، أو إذا كانوا يعني اثنين مع بعض، فكتجربة كلش حلوة وأضافت لي هواية، لأنه مثل ما حكينا قبل هي ما بيها حدود، هي تعني الإنسان نفسه، تعتمد على الصوت أكثر، فتجربة كلش حلوة. ومن بعدها أكيد صارت هواية خطوات مهمة. صحيح. جميل. يعني احنا استضيفناك قبل وحكينا احنا بالضبط، لكن هسه اذا اريد نحكي احنا عن المرأة الناجحة، وانت خير مثال عن المرأة الناجحة، فاذا اريد ندخل نحكي شلون دخولها لعالم الاعلام والسياسة، فاذا اريد نضرب مثال وياك وانت تجاوبيني على هالموضوع، شلون شنو هي صعوبات واجهتيها بهالمجال، وشلون قدرتي تتداركيها ومشيتي بيها؟ انت جيت هسه على وتر كلش حساس بصراحه. يمكن اصلا فكره دخولي للاعلام من البدايه كان الموضوع كله بالصدفه، لا على البال ولا على الخاطر، لانه انا كنت ادرس ودا اتجهز انه حابه ادخل بقطاع الطبي، سواء طب اسنان او صيدله، ودرست وتعبت على هالاساس. ولكن سبحان الله، انا دائما اقولها انه الاعلام هو اختارني، انا ما اختاريته، صارت بالصدفه انه انا بلشت اشتغل من عمر صغير، وقالوا لي انه انت عندك مقومات المذيعه، ليش ما تجربين؟ جربت، وقفت قبال الكاميرا من ذاك اليوم لهذا اليوم، ما ادري شنو اللي صار، ولكن فعليا الاعلام هو اختارني. يمكن كصعوبات تخص هالموضوع، شوف مجال الاعلام اذا دخلته وكأنثى تحديدا، هنا أنا راح تكون اكو صعوبه اكثر من دخول الرجال بي، لانه تعرف الصوره النمطيه عندنا بالمجتمع، وبالذات بمجتمعنا العراقي للاسف عند البعض انه مجال الاعلام مو كل احد يتقبله. ولما ندخل هذا المجال يمكن راح تكون عندنا هوايه خسارات بالمقابل. انت حتى تنجح راح تخسر ناس، راح تخسر ممكن اماكن، راح تخسر هوايه او شويه من حريتك بغض النظر شنو كانت الحريه، ولكن الصعوبات يتخطاها الانسان اذا عنده رساله. صاحب الرساله راح يشوف اي عقبه امامه هي يعني عثره بسيطه ويمشي من فوقها، بس هي هوايه وتحتاج ممكن صبر، واذا ما كانت البنيه قد نفسها فعليا ما راح تقدر تبقى بهذا المجال لانه صعوباته هوايه. صحيح. ويعني وكمان بيكون من المفيد جدا انه يكون عندك زي سبورت سيستم او حدا يدعمك نفسيا لتكملي. أكيد. مين هذا الحدا بحياتك؟ الصراحه الاهل كان لهم يعني مع العلم بالبدايه، هذا يمكن سر راح اقوله اول مره الناس يعرفوه، بالبدايه ما كانوا مرحبين بالفكره كلش، خصوصا اخواني، يعني انه لا وانتي وما ردتش تتقيدين وانتي يعني كملي حياتك طبيعيه. بس بعدين لما دخلت مجال الاعلام وشافوا انه انا دا اقدم نجاحات، وشافوا انه انا قدمت افضل صوره عن الاعلاميه العراقيه تحديدا، لانه مؤخرا شفنا هواية دخلاء على هاي المهنه اللي ما لهم علاقه بالاعلام. بالعكس لما شافوني انا دا اقدم صوره حلوه ودا احاول اظهر صوره زينه عن نفسي، عن اهلي، عن بلدي، صاروا أكبر داعمين إلي، صاروا بأي شيء، أي نجاح ولو كان بسيط بعملي بمجال الإعلام، يعني يحسبوا لي نجاح كبير ويحتفلون بي وكأنه أنا مسوية شيء عظيم. فأكيد الأهل لهم دور، ودائما سبحان الله يمكن أكو ناس لو ما كانوا متواجدين ويانا بنفس المكان، سواء غابوا أو توفاهم الله، لهم دور يبقى بحياتنا. صحيح. ووجودهم وحسهم ودعاويهم هي اللي نمشي عليها. الله يحفظ لك. جميل جدا. يعني حلو أنه نلقي أكو دعم، واني الاخواني اعرفهم وتعرفت عليهم، فنجلهم تحيه، وجميل انه يكون اكو دعم من اخ الاخت بهيج مجال. من وهج من خلال خبرتك بمجال بهذا المجال اللي انت هسه بيه، شلون توصفين وضع المراه بالاعلام وخاصه بالعراق احنا هسه عندنا اياه؟ شوف الحلو بالعراق مؤخرا انه بدات الناس تتقبل فكره انه البنيه تفوت مجال الاعلام، لانه شفنا قصص نجاح حلوه وشفنا ناس دخلوا لهذا المجال وبقوا محافظين على صورتهم، مع العلم انه اكو للاسف خلينا نقول البعض من اللي يدخلون مجال الاعلام ولكن هم مو هدفهم الاعلام، تكون لهم اهداف ثانيه فيختلط الموضوع ويضيعون المشيتين. بس مؤخرا لا، اكو تطور بهذا المجال، القنوات بلشت تنتبه انه مو بس الشكل مهم، اي نعم الشكل مهم بمجالنا وبعملنا، ولكن الثقافه لها دور. انت اليوم اذا شكلك حلو وقعدت قبال الشاشه وطلعت لايف، شكلك واحدة ما راح ينقذك. بالضبط. إذا وقعت بخطأ أو حكيت فد كلمة طلعت هي أثرها كارثي، فالحمد لله بلش الوعي بهذا الموضوع، وبلشت الفكرة إنه الناس تروح للأشخاص المختصين بالإعلام. يعني بمجالنا يقول لك أنت مو ضروري تكون دارس إعلام حتى تصير إعلامي، لا،
انت ضروري تكون دارس اعلام، تعرف الاساسيات تمامك على الاقل يعني. بالضبط، تعرف اساسيات وما توقع باغلاط ممكن بعدين هي تشطب سيرتك المهنيه بشكل كامل. صحيح 100%. طيب حسيتي هلا انت استقريتي في العراق بهاي الفتره، يعني ما بين هنا وهناك، الفرق تاثيره على الكارير، صوره المراه في الاعلام، طريقه يعني السيستم كيف الشغل ماشي، بيختلف كثير بين هون وهناك؟ والله تدرين ماكو اختلاف كبير هواية، يعني الحلو بالموضوع انه احنا كبلدين متقاربين، اكو هواية اعلاميين عراقيين يعملون في بغداد، اعلاميين عفوا اردنيين يعملون في بغداد ويعني سووا فت قصص نجاح رهيبة، بنفس الوقت نشوف هواية اعلاميين عراقيين بعمان، فالتبادل بموضوع الاعلام ما بين العراق والاردن رائع جدا، ويمكن البيئات الاثنين كلش قريبين لبعض، لذلك نشوف انه بسرعه يصير اكون ديماج. صحيح جميل. واحد نحكي عن البودكاست اي اعلام عراقي صحيح والنعم والله هذا خير من يمثلنا والله. شلونكم حبايبي؟ واحد نحكي عن البودكاست اللي قريب راح نسمع احنا عن شنو راح يكون هو، انت مهتمه به وهو اللي عرفنا انه هو مهتم بالعلاقات. صحيح. اذا تقدرين تحكي لنا انه هو على شنو مهتم، شو راح نسمع احنا به؟ نعم راح يكون اكو بودكاست، اظن هو نزلت اول حلقتين من عنده، بس راح تكون اكو انطلاقه الى البودكاست اسمه بودكاست مع وهج. بصراحه يمكن احنا حياتنا بشكل تام تعتمد على علاقاتنا، فالبودكاست هذا سويناه عن العلاقات وارتباطها بالصحة النفسية، انه شقد اكو مرات فد مفاهيم بسيطة نكون فاهميها بشكل غلط بس تأثر على حياتنا، تأثر على علاقتنا بأنفسنا باللي حوالينا او حتى علاقتنا بأي شيء يكون يعز علينا بهاي الحياة. فهذا البودكاست بصراحة هو يعني خلينا نقول كل حلقة من عنده هو رحلة معينة أو تجربة معينة حاولت بيها قدر الإمكان أجمع كل ما يخص الموضوع اللي كنا نطرحه ونحكي به بالبودكاست، والحمد لله الحلقة الأولى اللي نزلت والحلقة الثانية كانت الردود عليها رائعة جدا. جميل. لأنه حكينا بيها عن مواضيع حساسة انطلاقا من التعلق كان، والحلقات الجاية يعني بيها مواضيع رائعة كلش، فأنصح أن الكل صراحة يتابعها. أنا متحمس بصراحة، أنا والله أنا هم متحمسة لأنه أنا من أسمع الحلقة أقول يعني شلون طلع مني هذا الحكي. طيب بما أنه عم نحكي عن العلاقات، خلينا نحكي أنه طبعا لما بنحكي علاقات مش بس علاقات رومانسية، كل العلاقات الإنسانية، ومن أهم العلاقات اللي بتشكل أيامنا العلاقات اللي بنعملها بالشغل، فما بالك لما ناس بتواجه علاقات سامة في الشغل، علاقات يعني قد تكون باثولوجيكال يعني فيها أمراض نفسية ممكن أو تأثر علينا، شو الواحد بتحسي يتعامل مع شخصية سامة في العمل؟ حلو، شوفي هي شخصية سامة بكل مجالات الحياة، يعني اللي يشوفها لازم يسوي نفسه ما شايفها، يمكن بالذات بمجال العمل، لأنه هو موضوع واحد مرات حتى لو ما حاب المكان اللي هو بيه مرات يضطر يبقى بيه، أو مرات يكون هو فعليا متعلق بالمكان بس أكو شوية أشخاص مو مريحين بالنسبة له. يمكن الأشخاص السامين أو الشخص لما يدخل بمكان يكون متعلق بعمله، أول نقطة يخليها بباله واللي ما راح يخلي أي إنسان سام بهذا المكان يأثر عليه هو أنه هو دا يشتغل لإسمه قبل اسم المكان اللي هو به، سواء كان بشركة بقناة بأي مجال، لأنه إحنا مرات لما يكون الشيء مو إنا نستهين به فممكن نقصر به، بس من أعرف أنه أنا دا أشتغل حتى أبني اسم، حتى أبني سمعة حلوة، حتى إذا كنت أنا مثلا بشركة أو بغيرها لما ينسأل عني باكر عقبة أنذكر بالخير مو بالشر، ما راح يكون أي شخص سام حواليا ممكن يأثر عليا مهما بث سمومه. يعني دائما احنا انا اقول دائما اقولهم انا عايشه في فقاعه، هاي مو فقاعه حقيقيه بس فعليا محصنه نفسي من اللي حواليا، يعني انا عندي القدره اني اكون اسيطر على مشاعري اذا كان الشخص اللي مقابلي رايد ياثر علي، بالعكس ممكن انا ياثر عليه واخلي هاي السم اللي بداخله ينقلب بطريقه ايجابيه وممكن انا صرت مؤثره بهالحاله. فبالعكس ننتبه لهذول الاشخاص ونكون احنا المؤثرين عليهم مو هم المؤثرين علينا. جميل. بالهذا خلينا نحكي بموضوع بالحديث احنا على العلاقات ومع علاقات، خلينا نحكي عن موضوع النرجسيه، نقدر نسميه الترند الجديد هسه هذا المنتشر، وصير تفاخر بيقول لك اني نرجسي واني توكسيك لا تقرب علي توكسيك. زين شلون اختياره للضحيه وشلون هو اللي يتعامل وياه، شلون نقدر احنا نحمي نفسنا من هاي الشخصيه النرجسيه، والنرجسيه هي شيء
يعني هو مرض نفسي انه يعني تطلق عن نفسك وتتفاخر بهذا الشيء غلط. فشلون نقدر انه مثلا نعدل هاي الترند اللي نازل جديد؟ فهم ان هذا الشيء ده يصير غلط. هو نعم انا يمكن راح احكي لك فعليا من جانب الترند اللي راح يصير، لانه اكيد اهل الاختصاص حيعرفون اكثر مني بهذا الموضوع. بس موضوع النرجسيه تنشوف اخر شيء صار انه يعني الناس فعليا يتفاخرون به، وهذه كارثه. لانه انت مجرد ما عززت هذه الفكره بداخلك، فحتى لو ما كنت انسان نرجسي راح تصير بالضبط. مجرد ما قلت انه اني او يعني تبنيت هاي الشخصيه راح تنطلق بيها، وهذه كارثه بحد ذاتها. شغله ثانيه، احنا كاشخاص شلون نحمي نفسنا منهم؟ شوف، اكبر سلاح ممكن يحمل الانسان ويواجه به كل الاشخاص اللي حواليه حتى ما ياذوه او حتى ما يسمح لهم انهم يتعدون مساحتهم وياه، هو انه يحب نفسه. لانه انا من احب اي شيء راح احافظ عليه وما راح اسمح لاحد انه يؤذيه. فما بالك اذا انا حبيت نفسي مو لدرجه الانانيه، لا، بالحد اللي يخليني اقول اني بعدين الناس. فلما اعرف انه اني عندي ثقه بنفسي، عندي حب بنفسي، اعتز بنفسي، ما راح اسمح لانسان نرجسي يدخل حياتي. صحيح. ولو كان مرات من المقربين، يعني انت مرات ممكن يكونون من الناس القرابه للدرجه الاولى، بهالحاله شلون حتتصرفوا يا اذا اخوك اختك ممكن يكونون الام او الاب مرات بالضبط. بهالحاله بصراحه يعني خلينا نقول نباري لهم من بعيد لبعيد. يعني احاول انه اني هذا الانسان اتعامل وياه على قد تعاملي وياه، ولكن بالنهايه ما اخلي لا اني اثر عليه ولا هو ياثر علي، الا اذا اجى هو طلب المساعده. لانه الانسان النرجسي مستحيل يتقبل نصيحه من احد، مستحيل يقبل انه واحد اني اجي اقول لك اليوم بكر والله لو تعدل على شعرك شويه. اذا شخص نرجسي ممكن يشعل حرب وياي، فأخليه براحته. إذا طلب النصيحة فأني خير من يقدمها، بس إذا ما طلبها أبقى بعيدة عنه ويبقى بعيد عني، وإن شاء الله حياتنا تبقى بسلام.